حاليا ما يساعد لعدة أسباب. إقالة دياز من ضمنها أكيد. فيما يتعلق في ياسر القحطاني ومحمد الشلهوب، الهلاليين أنفسهم يعرفون هذا الشيء، أن ياسر ومحمد خلاص ستوب من الموسم الماضي مش من الحين، ما يعني كثر خيرهم. طيب الخيارات الفنية لا زالت تستعين بهم، اليوم ياسر القحطاني موجود على الدكة كخيار هجومي مثلا. لا، الأمير نواف بن سعد العام الماضي نجح في التسويق لهذه الفكرة، أنه وجود ياسر ووجود محمد الشلهوب كعنصر خبرة في الفريق، وإني أنا أستشيرهم وهم أعضاء مجلس إدارة. امتص غضب الجمهور وامتص أيضا شعبية ياسر والشلهوب. اليوم محمد الشلهوب له شعبية عند الهلاليين، شعبية جارفة. ياسر القحطاني نفس الشيء، وردت فعل الشلهوب اللي حكت عنها الصحافه. طبعا هو ما تحدث بشكل، لكن انا ردت فعل الشلهوب انه لا ما يبغى، وزعل زي ما قال ابو محمد من هالموضوع. انا استغرب الربط بين ياسر والشلهوب مع بعض. أيه، مع كامل الاحترام لهم هي يعني لصالح من ياسر له ظروفه ومحمد الشلهوب ايضا له ظروفه. قرار عمل السن من موسمين في دكه البدلاء، فني ولا اداري؟ مين ياسر؟ لا رئيس النادي جاوب، مش انا جاوب. لا انت من وجهه نظري فني طبعا. ها فني تعاقب اكثر من مدرب على الهلال وهؤلاء يجلسون في درجه البدلاء. فني طبعا. لا انا اراها فنيا. ياسر وصل الى مشاركه محدوده، وحديث رئيس النادي وانت تقول الان، يقول لا نحتاجهم، وسوق الفكره اللي قلت عنها كخبره فقط. ما تحدث، ما اقدر يقنع الجمهور انه فنيا. فنيا ياسر القحطاني محمد الشروب احترام لتاريخهم الطويل. هذا احترام في مكان اخر. وصلوا الى مرحله شكر. احترموا بحفل الاعتزال. لا انا احترمه. يعني محمد الشلهوب اسم عظيم في تاريخ الكره السعوديه، وانا دائما اثني على اللاعب هذا. ما عليه. ولكن احترام اللاعب مو اني اضعه في دكه البدلاء واخسر تغييره. لا، هو 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 الامير نواف الموسم الماضي قلت لك استخدم ذكاء حاد في التعامل معه، مع محمد الشلهوب، مع ياسر القحطاني. هو يعرف فنيا ما راح يضيفون للفريق. اذا تواجدهم اداري في الدكه، انا اقول لك سبب انخفاض مستواهم فنيا ما من الاداره. يعني الفائده عاطفي عاطفي يا سالم، يستفيد منها الفريق الفني داخل الملعب. بالضبط. هذا كلام صحيح. لا كلام صحيح. هو لعب على وتر الجمهور. طيب هو ما خلص بشوف راي فواز بربطه بس. يعني ما هي نقطه استغلاليه من الامير نواف بن سعد، لانه هو ما هو محتاج انه يسحب اضواء ويدير نفسه، مش نفسه تقدير. هي المعادله الاستفاده الفنيه، انا اقول لك خليها 30%. انا عارف مقتنعين كلنا انه فنيله، لكن الاستفاده الاعلى كنسبه هي اللي خارج الملعب. ايش اللي تغير من اللي طالب المدرب ولا الاداري؟ انت تقدر ادرى بالخفايا اللي جوه الملعب. لا تغير. لكن هل تتوقع العام كان الكلام زي ما ذكر فيصل انه هؤلاء يعتبرهم اعضاء مجلس اداره السنه هذه؟ طيب السؤال اليوم مشكله الهلال فين؟ خارج الملعب ولا داخل الملعب؟ الان داخل الملعب. الان داخل الملعب. طيب مين سببه؟ ياسر الشلهوب اللاعبين منطق. هل ياسر الشلهوب السبب؟ انت عندك اثنين لاعبين بدلاء. لا يا حبيبي، الفريق اول واحد دياز، اول واحد يتحمل مشكلة هلال داخل الملعب دياز. ليه الان؟